شنو رايك ديالك في ديك الفضيحه ديال الضمور ومن بعد عام ونص ديال الاصلاحات؟ اكبر كارثه عظمى، كارثه عظمى. عام ونص حنا تنتسناو فاش جينا، لا طواليطات مزيانين، لا بلاصه فين نصليو، لا والو، كارثه عظمى. هاي سدوه، هاي سدوه، يقلبوا لنا على شي تيران. اللهم احسن نبقاو نلعبوا في طنجه في مراكش. بان الكارثه ما يستحقوش. علاش؟ حيت تقريبا بحال نقولوا بيتيس خاصها 22 مليار، وقادوا اصلاح وداروا زادوا تريبين، زادوا شحال من حاجه. بيت لي 22 مليار صيبوا فيها غير كراسه، طواليطات ما قادوهمش، شحال من حاجه ما قادوهمش. الفساد الاداري كاين بزاف. تبدلوا له المكانه، هادشي اللي بدلوا له المكانه، ردوا فرايمين، المكانه ردوا فرايمين. الرساله ديالي بعدا في الاول، راه داك الشيء راه باين، فهمتي؟ راه فلوس كتخسر. لا راه بزاف بزاف على 10 مليار، مالهم يصلحوا برنابيو ويديروه في الخارجه. صراحه شفت داكشي في الفيسبوك، حشومه صراحه. التيران خسروا فيه 22 مليار، وفي الاخر ولا كذاك، يعني ما تتقبلهاش العقل صراحه. يعني الرساله ديالي، يعني ما يمكنش توصل، واخا نقولها لك ولكن ما يمكنش توصل، ما غاديش توصل. يعني واخا نقولها لك ما غاديش توصل، يعني ود واحده ما كتصفقش. تفرج الجمهور المغربي اللي حز عليه الانديه بحال الوداد، بحال الرجاء، وديما وداد، ومزيان اللي قربوا لنا حلوا صد نور، يعني افاده. يعني الجمهور غادي يتفرج وغادي يفرح، ومنا انشطه رياضيه بحال داك الشيء ديال الجري، وهذاك الشيء نقدروا نلقاو فيه السباحه. لا هو في الحقيقه استحق، حيت هما بدلوا هذاك الشيء احسن من الاول، حيت كون شي صار دولور في الاول قلتي دابا راه احسن. هذه المره هذه احسن من الاول، احسن من الاول، يعني نظموه، وهذاك الشيء كاس زوينين، وهذاك الشيء زوين الحمد لله. اش نقول لك؟ هذاك الشيء راه ما يستحقش 4 ديال المليار. شنو جينا نشوفوا كاع في الواقع شنو داك الشيء اللي داروا؟ زادوا الكاميرات، زادوا جوج التلفازات، هادشي اللي باين لنا حنا بزاف. كراسه راه داروا لهم كراسه ديالك، شفت نقولها. اللي حاسبهم شي يديروا اللي بغاو، يقولوا لهم عفا الله وعما سالف، هادشي اللي كاين.